بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلام. كل سنة وانتم طيبين يا شباب. الكابتن بودي عايز يقول لكم كلمتين، اسمعوا من فضلكم. أهلا يا كابتن. ازيكم يا شباب؟ احنا النهارده يا شباب هنهيئ زينة رمضان في أشجار دي يا شباب. نبدأ نهيئ من الشجرة دي كده، هيت كده، ونحط نبدأ يا شباب نحط الحاجات بتاعت زينة رمضان اللي هي بتتهيأ فيها اليوم ده يا شباب. بس نجيب كده يا شباب الحاجات دي عشان نقدر نحط الزينة يا شباب. وهاي دي ممكن نحط فيها ريدستون بس يا شباب هنحط دي هنا هيكوي بيوك يا شباب. هنحط زينة هي يامبا يامدا، نحطها كده يا شباب على كوي بيوك عشان تكون بحس الشباب ان هي تبقى زينة. ونحط فيها يا شباب ديت كده، نحط دي برضو هنا كده يا شباب، نقصي نحط هنا ديت يا شباب كده، هي منورة ماشي ديت يا شباب. لما بتيجوا تشوي عليها وتدوسوا كيك يمين كيك يمين كيك يمين كيك يمين كيك يمين كده شباب، بتسحب ضوء الشمس، تسحب ضوء الشمس جواها عشان تشتغل كده. هي شباب بتفضي ضوء الشمس، فاحنا هنقفله كده عشان لما يجي ياي. بصوا يا شباب لو جبنا ياي كده يا شباب، جبنا ايه؟ شوفوا نوايت. الله، بصوا يا شباب برضو لو جبنا ايه النهاري بتطفي لوحدها. هنعمل احنا الحتة دي نصها في الشجرة دي يا شباب، هنصها يا شباب في الشجرة ونيجي عليكم. بصوا يا شباب هي ديت كده، هنكميها اهيت، كميها هنعملها لحد نوصلها لحد الشجر، فين الشجر اهيت اهي كده يا شباب. ماشي يا شباب، هنبدأ بقى نقصر يا شباب ونحط، نكسر كده يا شباب ونحط عشان يكون بحيث هي تبقى زينة وتنور بيه برضه يا شباب. كده 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 نحط واحدة هنا، نحط كده خط يا كسرنا دي، نحطها تاني حط دي يا شباب. يحط دي بتبقى صعبة عشان ما بنعرفش ننشن قوي. تقوم فاضي قد ايه؟ ماشي، نحط يا شباب نحط اهي يا شباب. نحط بقى هي ديت يا شباب، نحطها كده، احنا هنبين الدنيا بس حطينا شوية حط هاي اتنين دول هي نفصلهم بقى يا شباب. هي
نسيبهم بالطريقة هي السريعة دي. يا شباب نفسهم عشان تشحن بتاع نقفل دي بقى. بصوا يا شباب اهيت هتركزوا عليها، نيجي نعمل سياش كده. ايوه بصوا فتحت، هتيجي برضو نعمل الدنيا نهاري. هي بتاخد وقت شباب مع ما تقفل. ماشي شباب، بس يا شباب دي نهاية المقطع. فاي عجبوا المقطع مش ينسامي لايك وشير وسبسكرايب وياه سلام سيوت يا شباب. ويعوز الشباب يوري انا اعمل الحاجات دي يا شباب، اللي هي حاجات يدستون في مقطع يكتبي في التعليقات يا شباب. وبس دي نهاية المقطع. فاي عجبوا المقطع مش ينسامي لايك وشير وسبسكرايب وياه سلام سيوت يا شباب.